السلام عليكم. الفصائل المسلحة في العراق أعلنت عن صاروخ جديد لها بدأت باستخدامه في العراق وفي سوريا من أجل دعم الفصائل الفلسطينية في داخل قطاع غزة. الإعلان كان حاضرا من قبل الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في العراق. أعلنوا عن صاروخ الأقصى واحد، صاروخ متوسط المدى، وقالوا بأنهم بدأوا باستخدامه على القواعد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية في العراق وفي سوريا. و هذا الأمر لفت انتباه الكثير من المواقع المهمة للغاية مثل أوسن ديفندر وكذلك أرمي ريكوجنيشن وغيرها من المواقع المهمة. وإذا ما ألقينا نظرة على هذه الصورة لهذا الصاروخ فهنالك بعض الملاحظات التي ممكن أن تكون مفيدة لطبيعة ما ممكن أن يكون هذا الصاروخ. في بادئ الأمر نلاحظ من مقارنة كلمة الأقصى واحد بما هو مطبوع هنا على الصاروخ من رموز أو حروف أو غيرها، ستعرف مباشرة بأن الفوتوشوب كان قد استخدم في عملية وضع الأقصى واحد، أي بمعنى آخر أن الأقصى واحد ليست موجودة من الأساس على هذا الصاروخ، وهذا أكبر مؤشر بأن الصواريخ قد دخلت حديثا للفصائل المسلحة في العراق المقربة من إيران ووضعوا هذا الاسم كبداية وصوروه بهذا الشكل، وبأنهم بدأوا يستخدمونها أو يستخدموا هذا الصاروخ قبل أن يوضع الاسم على هذا الصاروخ. وأيضا في نفس الوقت من طبيعة التصميم الهندسي لهذا الصاروخ الرأس الحربي، الشكل بشكل عام لهذا التصميم كما تلاحظونه بهذه الطريقة، لون الصاروخ، المسافة طبعا أو طول هذا الصاروخ متطابق تماما مع صاروخ فاتح 110 الإيراني من الرأس الحربي. من التصميم كما تلاحظون لا شيء مختلف أبدا حتى على مستوى اللون وحتى على مستوى طول هذا الصاروخ، وهذه كلها مؤشرات واضحة جدا أن هذا الصاروخ صاروخ فاتح 110 هو الأقرب إلى حقيقة بأنه قد دخل من إيران إلى العراق بجسد واحد أو قد يكون أيضا بقطع، وجمعته الفصائل المسلحة الموجودة في العراق وأصبح طبعا ملكا لها وأصبحت قادرة على استخدام هذا الصاروخ الذي يصل مداه إلى 250 كيلو مترا. وبهذا المدى طبعا الصاروخ بشكل عام إن انطلق من أي نقطة موجودة في العراق لن يصل أبدا إلى عمق إسرائيل بسبب المدى الذي ذكرناه طبعا بكل تأكيد، ولكن هو يشكل خطرا على القواعد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية ومستشارية التحالف الدولي، على سبيل المثال قاعدة التنف، حقل العمر النفطي، كونيكو، عين الأسد وكذلك حرير وغيرها. كل هذه تعتبر أهداف ممكنة بالنسبة لهذا الصاروخ، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارا واضحا بنشر المزيد من منظومات الباتريوت في منطقة الشرق الأوسط مع بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وقالوا بأن منظومات الباتريوت أيضا ستنتشر في العراق، ومرشح أن تكون منظومات الباتريوت حاضرة في قاعدة عين الأسد وقاعدة حرير وغيرها، إلا أن هذا الصاروخ ممكن أن يشكل مشكلة لهذه المنظومات القادرة تماما على التصدي لهذا الصاروخ. المشكلة أن هذا الصاروخ رخيص على مستوى الثمن، هو رخيص للغاية مقارنة بصواريخ الباتريوت الباهظة الثمن، بالتالي هذا الصاروخ ممكن جدا أن يستنزف الصواريخ الخاصة أو منظومات الباتريوت، بالتالي استنزاف أكبر لميزانية الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استخدام هذا الصاروخ. وأيضا أن هذا الصاروخ هو دقيق للغاية في عندما يستهدف أي هدف يبحث عنه، بالإضافة إلى ذلك إلى أن وزن الرأس الصاروخي أو الرأس الصاروخ يصل وزنه إلى 225 كيلوغراما، وأوكرانيا سبق وأن أكدت بأنها حذرة للغاية وبأنها قلقة للغاية من صاروخ فاتح 110 من أن يذهب مباشرة ومن أن تقوم إيران بإرسال هذا الصاروخ أو صاروخ ذو الفقار المصمم بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب ولكن مداه يصل إلى 700 كيلومترا. أوكرانيا قالت بأنها قلقة من مسألة أن تقوم إيران بتسليم هذه الصواريخ إلى روسيا بعد انتهاء القيود المفروضة على إيران، القيود الصاروخية التي تأتي من ضمن الاتفاق النووي والتي انتهت أساسا منذ الشهر الماضي، ومرشح لا زالت هذه المسألة مرشحة أن تكون هذه الصواريخ قادرة لإيجاد طريقها إلى روسيا. الأوكرانيون قالوا بأننا لسنا مستعدين لهذه الصواريخ البالستية، هي ستشكل خطرا علينا على الرغم من أن أوكرانيا تتواجد فيها
أهم المنظومات الدفاعية على الإطلاق، وأكبر عدد حتى لمنظومات الدفاعية من الباتريوت على مستوى العالم الآن هي موجودة في أوكرانيا. بالتالي هم وجدوا مشكلة على الرغم من كل ما نتحدث عنه بأن الصواريخ البالستية الإيرانية ممكن أن تشكل مشكلة لهم، وهذا هو التحدي الأكبر الذي يأتي مع وصول هذه الصواريخ إلى الفصائل الموجودة في العراق تجاه هذه القواعد التي نتحدث عنها. ويجب أن لا ننسى بأن هذا الصاروخ ونوعية هذه الصواريخ استخدمت في عام 2020 في استهداف القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة عين الأسد، وذلك ثأرا وانتقاما لعملية اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية للجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني، وكانت هنالك لقطات مصورة لعملية سقوط هذه الصواريخ التي ضربت أهدافها بدقة أدت إلى إصابات بين الجنود الأمريكيين، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم بأن هذه الصواريخ ستكون حاضرة وتحقق هذه الضربات، وحتى أن كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية سابقا كان قد ظهر في هذا البرنامج الأمريكي المشهور وهو 60 minutes over time، وتحدث هو وعدد من القادة الموجودين الذين كانوا متواجدين في قاعدة عين الأسد عن دقة هذه الصواريخ وخطورتها وعن طبيعة الإصابات التي كانت بعض هذه الإصابات هي إصابات دماغية، ارتجاجات في الدماغ قد تعرض لها بعض الجنود بسبب سقوط هذه الصواريخ. لم يقتل أحد ولكن الإصابات حاضرة وبشكل مثير للغاية الآن، ومع تصاعد الهجمات على القواعد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية في العراق وفي سوريا، هنالك تقرير قد صدر من الام بي سي نيوز الأمريكية يوم أمس التي أكدت طبعا بأن هنالك 45 أمريكيا تعرضوا للإصابات لإصابات طفيفة، أو البعض منهم قد أصيب بإصابات دماغية محتملة، أي بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، وهذا ما يرشح أن هذا الصاروخ قد استخدم فعلا وتسبب بمثل هذه الإصابات الدماغية مؤخرا طبعا على القواعد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية إن كانت في العراق وإن كانت أيضا في سوريا. وإذا ما ألقينا نظر على آخر تقرير قد نشر من معهد دراسات الحرب الأمريكي يوم أمس، سننظر وسنلقي نظرة بأن كل هذه القواعد واضح جدا من كونيكو حقل العمر والتنف وغيرها، كل هذه القواعد الآن هي تستهدف بشكل مستمر من قبل الفصائل المسلحة الموجودة في العراق، وبأن هذه الاستهدافات هي لا تتوقف، هي تأتي بشكل يومي وتأتي بشكل مكثف. ومن التقرير واضح جدا بأن أعلى نسبة استهدافات هي تأتي على قاعدة عين الأسد كما تلاحظون مقارنة بأي قاعدة، وكمرتبة ثانية تأتي التنف أيضا بأنها من القواعد التي أيضا تتعرض للاستهدافات بشكل مباشر، وذلك بسبب الأهمية الاستراتيجية طبعا لقاعدة التنف هنا، وكذلك لأهمية عين الأسد رغم أنها قاعدة عراقية تواجد فيها فقط مستشارية التحالف الدولي، لها أهمية تعطي عمقا طبعا من سوريا إلى العراق أو من العراق إلى سوريا في محاربة تنظيم داعش الإرهابي. بالتالي هذه القواعد إن لم تكن موجودة على سبيل المثال أو ليست هنالك قوات أمريكية، ستجد أن الفصائل لديها حرية أكبر في عملية التحرك بدلا من استخدام فقط الأجواء باتجاه دمشق أو الاتجاه غرب نهر الفرات وأخذ طريق طويل طبعا من أجل الوصول إلى الجولان. وبالتالي هذه مسألة استراتيجية كبيرة للغاية تعمل عليها إيران بكل تأكيد، والعمليات التي تقوم بها هذه الفصائل العراقية بهذا الشكل هو من أجل الضغط على القوات الأمريكية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام، من أجل أن تقوم الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لإيقاف عملياتها البرية في قطاع غزة. لكن المشكلة أن العمل الإسرائيلي مستمر والاقتحام مستمر لقطاع غزة والتقدم أيضا مستمر. يوم أمس وزارة الدفاع الإسرائيلية نشرت هذه اللقطات لمعارك وحرب شوارع كبيرة للجيش الإسرائيلي مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في تقدم مستمر. بعض اللقطات وضحت المنطقة ووضحت أين يتم عملية القصف والضرب الموجودة في قطاع غزة. وطبعا إذا ما أخذنا هذه اللقطة على سبيل المثال التي ترونها، ستلاحظ بأن هنالك العديد من العلامات التي ممكن أن نستفيد منها، مجموعة من الأشجار، مساحة مفتوحة، ستلاحظ بأن هنالك منزل، منزلين، ثلاثة، أربعة، خمسة، سادس منزل يأتي بهذه السقف أو نوع السقف الأحمر كما تلاحظون بهذا الشكل المميز تقريبا. وبالتالي هذه تعطي علامة كافية بأننا يجب أن نبحث عن مثل هذه المواصفات لهذه المنطقة بالقمر الصناعي
الصناعي مع مبنى آخر بمسافة، مبنى آخر وأيضا هنا مبنى آخر، ونحن طبعا نصور من منطقة مرتفعة، بالتالي واضح جدا أن التصوير تأتي كل هذه العلامات من ضمن منظور هذه المنطقة، وهنا الضربة قد جاءت. هو يوضح أن الجانب الإسرائيلي هو الذي يصور، لأنه صدر هذا المقطع من وزارة الدفاع الإسرائيلية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبعا من المقطع المصور بأن البحر المتوسط كان بهذا الاتجاه، إنه من لقطة أو من التصوير، والتصوير حاضر من المحور الذي تتقدم فيه إسرائيل من شمال غرب قطاع غزة. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي، هذا هو شمال قطاع غزة، المحور الذي تتقدم منه إسرائيل هو يأتي بهذا الاتجاه، باتجاه عطاطرة، باتجاه مخيم الشاطئ، والنقطة التي ذكرناها طبعا هي تأتي وسط ضاحية عطاطرة التي ترونها هنا. بالتالي إذا ما توقفنا ستلاحظ نفس العلامات تماما، المبنى الأول، الثاني، الثالث، الرابع والخامس، وهذا هو المبنى بالسقف باللون الأحمر بهذا الشكل المميز. طبعا هنا الأشجار، مساحة مفتوحة كما نلاحظ، إذن يتطابق هنا كل شيء، وهذا يعني أن التصوير من الجانب الإسرائيلي وطبيعة النقطة التي تم منها التصوير هي هذه المنطقة، وهذه هي المباني التي تتواجد ويتواجد فيها المصور الإسرائيلي. طبعا بشكل واضح ستلاحظ هنا المبنى الأول بمسافة، مبنى ثاني، المبنى الثالث، ومعنى ذلك أن المصور كان يصور من هذه المنطقة ليرى كل شيء يجري في هذه المنطقة، والضربة واضح بأنها طالت هذا الموقع، يعني أن الجيش الإسرائيلي بأنه موجود في هذه المنطقة طبعا. وإذا ما أخذنا اللقطة الأكبر أبعد نوعا ما من هذا الموقع الذي رأيناه وأكدنا الآن وجود الجيش الإسرائيلي بكل تأكيد، كان هنالك تحديثا لموقع وور مابر المعروف الآن يوم أمس، الذي وضح بأن عملية التقدم الآن تغيرت في هذا المحور للجيش الإسرائيلي. قبل يومين كانت بهذا الشكل، ويوم أمس أو في 24 ساعة الماضية تغير بهذا الشكل. لاحظ الفرق، لاحظ التقدم باتجاه عطاطرة التي تحدثنا عنها، وبأن هنالك اختراق إسرائيلي واضح، وأيضا أن هنالك تقدم تحقق بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وبدأوا بعملية الاقتراب شيئا شيئا من الشيخ رضوان، هذا الحي المهم للغاية الذي تتمركز فيه الفصائل الفلسطينية بشكل واضح. وطبعا بالنسبة للجيش الإسرائيلي هو يحاول من خلال التقدم بأنه بدأ شيئا فشيئا يقتحم ويدخل في عمق المعركة، في عمق مدينة غزة، ويحاول السيطرة على هذه المناطق والضغط بشكل أكبر إلى الجنوب طبعا، إلى وسط مدينة غزة، مع قصف مستمر لهذه المناطق، لكي يستمر أيضا في تحقيق النجاح باتجاه مخيم الشاطئ للسيطرة أيضا على ميناء غزة والسيطرة على الرمال. مسألة مهمة بالنسبة للجيش الإسرائيلي أن يتقدم بهذه الطريقة، وكانت هنالك أيضا قنابل ضوئية قد أطلقها الجيش الإسرائيلي باتجاه مستشفى الشفاء بهذه الطريقة التي ترونها، وذلك من أجل أولا كشف هذه المنطقة بالكامل، لكي يروا ما الذي يجري ويرون ما الذي يجري في هذه المنطقة، وأيضا لإبعاد المدنيين الموجودين في مستشفى الشفاء. وهذا كله طبعا وكلها إشارات بأن إسرائيل اقتربت كثيرا، وهذا مؤشر أنها قد تضرب مستشفى الشفاء، في ظل تقارير تتحدث عنها طبعا إسرائيل بأن مستشفى الشفاء هو عبارة عن قاعدة لحركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي، وبأنهم يريدون ضربها، وقالوا أيضا بأن هنالك أنفاقا تتواجد في تلك المنطقة، وبالتالي يبدو بأنهم ينوون لتحقيق شيء تجاه هذا المشفى. وبالتالي وعلى هذا الأساس الجيش الإسرائيلي واضح بأنه يبحث عن شيء كبير تجاه هذا المشفى من أجل تحقيق التقدم من هذه المنطقة والتهيئة للسيطرة على ميناء غزة، من أجل طبعا أن يكون هنالك أيضا في نفس الوقت التقاء مع هذه القوات التي قطعت كل هذا الطريق، سيطرت على شارع صلاح الدين وشارع الرشيد ووصلت إلى البحر المتوسط، وبالتالي يكون تطويق كامل لشمال قطاع غزة للتهيئة لعملية الاقتحام. وواضح بأننا أمام تقدم، وتقدم ضئيل للجانب الإسرائيلي هذه المرة، التقدم بطيء للجانب الإسرائيلي، ليس تقدما كبيرا كما كان يحدث هنا في هذا المحور، وأيضا تلاحظ أن تقدم بسيط أيضا باتجاه بيت حانون كما تلاحظون، وهذا بسبب المقاومة الكبيرة القادمة من كتائب القسام وحركة حماس بالدرجة الأساس. الفصائل الفلسطينية بشكل عام تقاوم بشكل كبير في اليومين الماضيين، بحسب موقع ريبر الروسي تمكنت هذه الفصائل الفلسطينية في هذه المنطقة تحديدا وفي هذا المحور الذي يتمثل طبعا بمخيم الشاطئ، الشيخ
رضوان أو حتى عطاطرة تمكنوا من عملية حرق 24 عربة عسكرية خاصة بالجيش الإسرائيلي. لا بل إن اليوم كتائب القسام كانت قد تحدثت وقالت بأنها تمكنت من حرق ثلاث وتدمير ثلاث دبابات خاصة بالجيش الإسرائيلي على ضواحي مخيم الشاطئ، بالإضافة إلى تدمير أيضا ناقلة كاملة للجنود، وأيضا تمكنوا من تدمير جرافة إسرائيلية من نوع D9. بالتالي الجيش والفصائل الفلسطينية تقاتل على كل نقطة، تقاتل بشكل كبير. أيضا في بيت حانون أيضا قتال كبير للغاية يجري في تلك المنطقة وأيضا في عطاطرة بنفسها، رغم أن الجيش الإسرائيلي تقدم لها، لكن هنالك مناورات كبيرة دفاعية باستخدام الأنفاق، حرب شوارع هائلة للغاية، ويستخدمون أيضا اليوم بمقاطع مصورة يستخدمون هذه الهاونات التي ترونها بشكل مكثف لاستهداف التجمعات الخاصة بالجيش الإسرائيلي في داخل قطاع غزة. فالجيش الإسرائيلي شكل معاقلا وتجمعات مستمرة في عدد من المواقع التي قاموا بالتقدم لها، هذه هي التي بدأت تستهدفها الفصائل الفلسطينية بشكل مستمر لإضعاف الجيش الإسرائيلي، إضعاف قدراته اللوجستية من الذهاب بعيدا والبدء بعملية الاقتحام وإبطاء عملية التقدم التي يبحث عنها بعد تطويق شمال قطاع غزة. وأيضا الفصائل الفلسطينية تستهدف بشكل يومي أيضا المدن الإسرائيلية التي تأتي من ضمن غلاف غزة الذي حولته إسرائيل إلى عبارة عن منطقة عسكرية أخلته تماما من المدنيين لكي يتفادوا الخسائر المدنية. الفصائل الفلسطينية تفعل كل شيء من أجل إبطاء الجانب الإسرائيلي بكل تأكيد، ولكن التقدم حاضر بطيء، ولكن يلحقه أيضا وتلحقه العديد من الضربات العنيفة في كل ليلة من أجل إيذاء الأنفاق. وبعض التقارير الإسرائيلية قالت أنهم قتلوا عدد كبير من الفصائل الفلسطينية عند استهدافهم للأنفاق باستخدام قنابل البنكر باستر، وهي قنابل مخترقة القبو الخطيرة للغاية. بالتالي ننتظر ونرى، لا زالت المقاومة حاضرة في هذه المنطقة، ولكن الجيش الإسرائيلي يتقدم، وكلما تقدم كلما تصاعدت والتوترات في العراق من قبل فصائل مسلحة المقربة من إيران في سوريا وحتى من جانب جماعة الحوثي.